ازيكم عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده ان شاء الله ده هعمل طريقه تركيب الرموش بطريقه سهله جدا جدا، مش صعبه زي ما انتم شايفينها، بطريقه سهله، وان شاء الله تخرجوا من الفيديو تعرفوا تعملوها. قناه اسمها زينوبيا شانل، هي بتعمل برضك عينيها بالبشره وعينيها بالميك اب. والفيديو ان شاء الله اللي هتعمله معايا ده هتعمله مش بعد ما تقفلوا الفيديو بتاعي وتتفرجوا على الفيديو بتاعي، ان شاء الله خشوا على قناتها وقولوا لها انتوا جايين من ناحيه ساره، اعملوا سبسكرايب لقناتها. هسيب لكم الرابط تحت في الديسكريبشن بوكس، ويلا بقى بينا نبدا الفيديو. اول حاجه انا هستخدم الرموش اللي هي الكوريه اللي هي دي، واتكلمت عنها في فيديو قبل كده، هسيب لكم الرابط دلوقتي هيظهر فوق على الشاشه اللي هي دي. شايفينها دي؟ اتكلمت عنها فيديو قبل كده، مش هتكلم عنها كتير. وهي انا هستخدمها، انا مركباها في العين دي. اول حاجه انا هستخدم السمك ديو اللي هو ده بحوالي 60 جنيه 70 جنيه بالكتير قوي، ويختلف من مكان لمكان. اوكي تمام. وهجيب الرمش وهحط السمك على الخط بتاع الرمش، وهحط خط واحد مش هنزل تحت عند الرموش كده. وتزودي من ناحيتين دول عشان دول الاساس، من النهايه والبدايه بتاعه الريتش بس كده، وما بكترش كتير، يعني ما بحطش كتير على الريتش، بسيبه لمدة 7 دقايق. طبعا انا دلوقتي لو جيت حطيته هيبوظ لي عيني كلها، لو انت طبعا حتى اي شادو والكلام ده هيبوظ لك عيني، لان هو لسه ما بقاش ستيك يعني معاكي. فاول ما يبقى ستيك يبقى تحطيه على عينك. دلوقتي لو انا حطيت ايدي هيلزق في ايدي وهيبوظ لي شكل عيني. وبكده انا الرموش بتاعتي نشفت، اللي هي تبقى ايه مطاطه معاكي، اللي هي ما تبقاش تحطي صباعك عليها تبقى فيها لسه الصمغ موجود. فبنت لو حطيتيها كده هتبوظ لك عينك زي ما انا قلت لك، اما لو هي تبقى مطاطه بتمط معاكي يبقى هي كده تمام. وهنحطها طبعا، لو انت حابه تحطيها بالملقط حطيها، بس انا بصراحه انا برتاح ان انا احطها بايدي يعني، فممكن تحطيها بالملقط. ولو انت مش حاطه ماسكارا والكلام ده، فانا عشان حاطه ماسكارا، لو انت مش حاطه او ان انت لسه هتحطي ممكن تستخدمي الكساره بتاعه الرموش اللي هي دي، هتلاقوها في اي محل. دي كنت جايباها من قيمه 3 سنين، كانت ب 35 جنيه، ممكن دلوقتي تكون ب 50 جنيه 60 جنيه، مش اكتر من كده. اللي هي دي هتلاقيها في اي محل بتاع ميك اب تمام. وبعد كده اما اجي احط الرموش ما ابصش لقدام كده عشان مش عارفه احطها، لا ابص لتحت كده ويكون ماسكه مرايه، وابدا من النص تمام. احط الاول في النص زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده اثبت من الحروف. بس كده يا بنات، هي اصلا تركيبها سهل جدا. وبعد كده لما تركبيها بتدمجي الرموش مع الرموش بتاعتك مع الرموش اللي احنا حاطينها، وبندوس عليها كده. ممكن انتي تستخدمي الملقاط لو انتي حباه، وبدوس عليها عشان ما يبانش ان انا حاطه رموش، يعني يعني بدخل الاثنين في بعض كده. بس كده طريقتها سهله جدا. لما تيجوا تشتروا رموش وتجيبوها طبعا كل واحد على حسب عينه. وكنت عامله قبل كده اتكلمت عن الرموش لو انت عيونك مبطنه، فانا هسيب لكم الرموش اللي عيوني مبطنه هسيبه لكم فوق. والرموش اللي انا كنت اللي انا مستخدماها هي البالت دي. طبعا انا لو انت بتقيسيها الاول على عينك بتشوفي فيها زوايد ولا لا، لو فيها زوايد بتقصي من هنا ومن هنا، لو ما فيهاش خلاص بتركبيها. بس انا طبعا كنت قصه من قدام عشان كانت كبيره على عيني. بس كده، وده كان الفيديو. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو وعرفتوا الطريقه، والطريقه سهله زي ما قلت. لو يعني فشلت مره عادي كرري تاني وتالت ورابع، مفيش حد من اول مره عرف يركبها يعني، استحال. انا من ضمن الناس ان اول مره كنت ببوظ فوق عيني وتحت عيني، بلاوي بلاوي كنت بعملها في نفسي، يعني مش اول مره عرفت اركبها. طبعا هي بس محتاجه الصبر، صبر ان انت تصبري لحد اما السمغ ينشف
تمام. وبعد كده تحطيها زي ما انا حطيتها بكل سهوله، لو انت حابه تحطيها بالملقط حطيها بالملقط بس كده، وما تستصعبوش حاجه، مرسل حاجه مره واثنين وثلاثه، ما تقولوش من اول مره احنا مش عارفين نعمل اي حاجه، لا طبعا كلنا كنا كده، وبعد كده اتعلمنا مره على مره على مره، هتعرفي تركبيها يعني. وبس كده، وده كان الفيديو النهارده، ان شاء الله تكون استفدتي، ولو استفدتي ابعتيه لكل اصحابك عشان كمان هم يستفادوا، ولايك بقى للفيديو، ولو انت اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تدعميني بتضغطي على زر الاشتراك وتفعلي علامه الجرس عشان اي فيديو انزله يجيلك على طول. ويلا بحبكم كتير، باي باي.